طبعا كالعادة بنبدأ حلقتنا بسؤال الحلقة. سؤال حلقتنا النهاردة بيقول إيه هي الحاجة اللي أنت محظوظ فيها؟ كل واحد فينا بيبقى كده عنده حاجة بيبقى مرزق. تلاقي ناس تقول لك إيه ده أنت مرزق في مش عارف إيه، أنت دايما محظوظ في ما أعرفش إيه. اللي هو إيه بقى ما أعرفش إيه؟ شوف، هو الرزق حاجة والحظ حاجة. الحظ ده حاجة كده لوحدها يعني، والله الاثنين واحد يعني. ممكن في الآخر هي كل حاجة رزق، لكن مسألة الحظ بجد في ناس محظوظة يعني أو من وإحنا حتى أطفال، لو تفتكر كان في حاجات دايماً نشتريها تفتحها تلاقي فيها جواها فلوس، تفتحها تكسب واحدة تانية، جات لي على الجرح، فاهم؟ عمرك كسبت فيها؟ عمري أنا كنت بفضل أشتري لمجرد أني أأكد لنفسي أنه خلاص افقدي الأمل، أنت مش محظوظة، ما بكسبش فيها خالص. لا كان في كيس كاراتيه بتاعت زمان دي، فاكرها؟ الكاراتيه والشيبسي والايس كريم. لا دي كنت بكسب على طول، كان فيها باريزه دي. يبقى انت محظوظ. كان فيها باريزه في كيس كده. لا يعني انا كان بيطلع 50 قرش وكان بيطلع الايس كريم تكسب واحد كمان. عمري ما كسبت. لو خليت اخويا هو اللي يشتري عاده بنكسب، فيعني كل واحد بيبقى عارف حظه، وهو تلاقيه استغل الموضوع ده وبياخد ضعف الحاجه اللي راح يجيبها. عايز اقول لك ان احنا كنا مؤمنين بجد ان هو محظوظ، لدرجه انه ابويا لو راح عمل اي شهاده في البنك بيعملها باسمه، علشان عارف انت عارف الشهادات بيجي عليها وقت ممكن تكسب، فالشهاده ساعتها تكسب. فعشان كده بقول لك لا في حظ، لكن كل واحد بيبقى عارف حظه بقى من الاول. وانا اشتري حاجه باسمه دلوقتي. فموضوع الحظ ده الصراحه يعني اعتقد انه في ناس ممكن تتغلب عليه بانها تشتغل جامد قوي، فلما تشتغل تبتدي شويه تكون حظها احسن، لكن في ناس ممكن يكون مجهودها اقل لكن حظها كبير يعني. صح، انا معاكي بقى في النقطه دي. انت في الاخر مش محظوظه في حاجه. إيه؟ انت شايف بعد الاجابه دي ممكن اكون محظوظه؟ ما انت قلتي واحنا صغيرين يعني ايه حظ؟ قلت جايز لما تكوني كبيره في حاجه اتغيرت ولا حاجه. لا لا، هو الحظ تقريبا يعني بيفضل ماشي معانا بنفس الاتيتيود. زي كده الحاجه الحلوه من واحنا صغيرين ما بنكسبش فيها، مكملين بقى بنشتغل، هو ده اللي هيجيب الحظ ان شاء الله على خير. انت اخبارك ايه مع الحظ؟ لا لو الحظ في المكسب في الحاجات دي فكنت صغير فعلا. لا كنت بكسب الحاجات دي عادي جدا، كنت امسك البتاع كده واشوف المبرر ايه كسبان واخده يعني. لا ده تحاير على الموقف، ده موضوع تاني. بس طبعا لما كبرت، لا فانا محظوظ ان انا اول ما اشتغلت لقيت ناس تعلمني صح. دي كانت حاجه بقى عايز اقول لك عليها. ده زي ما احنا بنقول ده كده بجد ده بيبقى رزق. حظ. انا لقيت حد يعلمني صح، لقيت حد وانا في بدايه طريقي بيوقف لي على كل صغيره وكبيره. لما كنت لسه في الاول بقرا الخبر وبقسم الخبر، انا مذيع اخبار كمان، فلما كنت لسه في البدايه بقسم الخبر بقى وبقرا الخبر، كنت بلاقي احد الاشخاص جاي بيوقف لي على الحرف. انت وقفت غلط هنا، الوقفه دي وقفه معلقه، الوقفه دي مش وقفه، مش عارف كده، انت مفيش هبوط، اللاندنج بتاع الخبر مش مظبوط، فين الوقفات، فين السنس، فين التشكيل، فين الاعراب. فكان بيوقف لي على كل صغيره وكبيره في الشغلانه. لما كنت بغلط في حرف كان بيوقف يتكلم معايا، وانت ليه عملت كده؟ تاني مره كان يعلق اسمي على اللوحه ان انا غلطت في نشره كذا، في كلمه كذا، عشان كل اللي معدي في القناه كان يشوف الكلام ده. طبعا ده كان بيأثر فيا اكيد. فلما كنت بغلط في حرف بقى ده كان بيضايقني انا من جوايا، لان طبعا الفضيحه هتبقى على الملأ، كل اللي في القناه عارف ان انا غلطت في تشكيل الكلمه، ودي كانت مصيبه الحقيقه يعني. فالحاجات دي اثرت وفرقت معايا. على قد ما كان في البدايه كنت بحس ان دي حاجه يعني مضايقاني، ما انا برضو عايز احط رجلي على الطريق، وشايف ناس جنبي مش احسن حاجه، شايف ناس جنبي مثلا في حد بيغلط عادي في تشكيل كلمه ومحدش بيكلمه في مكان تاني مش في نفس المكان اللي انا شغال فيه، وبقول ما الدنيا ماشيه ايه المشكله، اشمعنى انا يعني. على قد ما كنت متضايق في البدايه، على قد ما اكتشفت ان ده كان من حسن حظي ان انا الاقي حد يقف جنبي في بدايه طريقي وانه يعلمني صح. فبالتالي دلوقتي انا لما بغلط ببقى قاعد متضايق، لو غلطت في تشكيل كلمه في الاخبار ببقى قاعد متضايق انا ازاي شكلتها كده. ما هو ده يشاذلي، انا بعتبره رزق كبير يعني. لو ده حظ فادعي ان انا محظوظه فيه بشكل كبير، لان مساله انك تقابل ناس في الدنيا عندهم استعداد، عندهم العلم الاول، عندهم الاستعداد بقى تاني بعد كده انه يعلم العلم وينقله لاجيال بعدها، ويكون بالحرص الشديد اللي انت بتتكلم فيه ده. فالحمد لله حياتي كانت مليانه اساتذه من النوع ده، ويعني اعتقد ان احنا في مصر الحمد لله الناس عندها النيه دي دايما طول الوقت انها تنقل العلم للي قدامها، ما دام لقيتك عندك استعداد وقاعد وبتسمع وبتاخد الملحوظه مزبوط. وتشتغل على نفسك. فموضوع انك تلاقي حد يعلمك وينقل لك الخبرات مش بس العلميه، حتى الخبرات الحياتيه، فاعتقد لا دي ان شاء الله نكون محظوظين فيها بنسبه كبيره. لكن الحمد لله طلعت لك حاجه محظوظه فيها. الحمد لله. وده حظ يبقى ده حظ. انا بس كنت فاكره ان الحظ احنا بنتكلم على موضوع المكسب والخساره في الحاجات الثانيه دي، فلا دي ما عنديش حظ كبير فيها الحقيقة. احنا عايزين نعرف من حضراتكم ايه الحاجة اللي انتم محظوظين
فيها ده سؤالنا موجود على صفحاتنا مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام. هنكون منتظرين إجابات حضراتكم على مدار الحلقة نستعرضها معاكم النهاردة، وربنا يصبحكم بالصحة والسعادة وصباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على منى شرقاوي وطمننا على حالة الطقس، وفي نفس الوقت جاوبنا على سؤال حلقة النهاردة، إيه هي الحاجة اللي هي محظوظة فيها؟ منى تميمة الحظ بتاعتها. صباح الخير يا شرقاوي. صباح الخير يا هدير. عارف انت الحظ بعينه؟ عارف. هو ده حضرتك. طبعا، امال ايه؟ انا قلت تميمة الحظ بتاعتنا. ايوه طبعا، لازم. طب كويس، الحمد لله. محظوظة فيها منى؟ في كل حاجة الحمد لله يا رب. طيب اوكي. لا والله يعني في حاجات كتير قوي. طبعا انا وانا صغيره كنت ازعم ان انا محظوظه، ومحظوظه جدا كمان. ما اعرفش بقى هو كان حظ ولا حسن اداره الامور. لان ساعات انت بتبقي يعني كنت اعمل عملات مش موفقه وكنت بعرف اخرج منها كويس جدا. ما اعرفش بقى هل كان بيبقى اداره جيده للموقف ولا لا. لكن لما كبرت اداره جيده للموقف. بعد الكارثه دي بقى اداره جيده للموقف صغيره. يعني. وخرجت منها. ما شاء الله. لكن تقريبا بقى خلصت كل حظي وانا صغير. كويس. هنحاول ندور اليومين الجايين دول على حاجه. جات لنا بلا حظ. خالص بالنيجاتيف يعني. بس الحمد لله، الحمد لله محظوظه جدا ان انا يعني الحمد لله كويسه، وصحتي كويسه، واسرتي كويسه، وبشتغل في مكان كويس، فالحمد لله كله حظ وكله رزق طيب. دلوقتي مشاهدينا خلينا ناخد اجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهارده، ايه الحاجه اللي انت محظوظ فيها؟ أستاذة نجوى بتقول صباح الفل هدير وشاذلي، ورب يكون النهاردة حظنا حلو، وأنا حظي كانت أول حجة ليا بقرعة من عملي وفزت بيها والحمد لله. ما شاء الله، ربنا يتقبل منك. شايف الحظوظ؟ فزت قبل كده في حاجة بقرعة؟ لا، طالما الموضوع هيوصل لقرعة ونكتب ورق ونختار بالأسامي وكده. عمري ما كسبت في حاجة شبه الحاجات دي الحقيقة، بس ممكن كده. يبقى لسه جاي، محدش عارف. في نهال رحمي بتقول عين الرضا تجعلنا نرى حسن الحظ في كل امر كتبه الله لنا. صباح الفل عليك وصباح الخير عليك. طيب نرمين هاشم بتقول صباح الخير يا استاذ محمد، وصباح الخير يا استاذه هدير، واحلى صباح مني ليكم النهارده. وهي صحيه رايقه كده، حاطه لنا قلوب كتير، وبتقول الحاجه اللي انا محظوظه فيها ان انا بعرف احل اي مشكله قدامي، ومحظوظه اني اتعرفت على دكتور محمد هاني وعامله له منشن، ده استشاري صحه نفسيه، لانه بصراحه فرق جدا في حياتي، ربنا يبارك له ويحفظ له. وانا حابه اشكره على التلفزيون على كل اللي عمله معايا بجد. يا دكتور محمد وجودك فرق جدا في حياتي، وفي ناس ثانيه كتير فرقت معايا في حياتي، ربنا يبارك فيك ويحفظكم ويبارك في عمركم يا رب. مسألة الصحة النفسية دي مسألة غاية في الأهمية، وإنه طبعًا حد يدعمك ويقف جنبك، وخصوصا لو متخصص زي دكتور محمد. طبعا ضفنا على طول في القناة الأولى. ناس كتير برضو احنا ما عندناش ثقافة لسه إنه أروح لمتخصص في الصحة النفسية لما يكون عندي مشكلة، ونقعد ناخد آراء بعض، لكن الحقيقة إنه بيبقى صح إن احنا يعني نسمع للمتخصص في الموضوع. في زينب رسلان بتقول صباح الخير عليك، وأحلى حاجة أنا محظوظة فيها إن ربنا دايما معايا في كل المحن. طيب علي بيقول صباح الخير عليكم ويومكم جميل وسعيد، اكتر حاجه محظوظ فيها اني شفتكم النهارده، وربنا يحفظكم ويبعد عنكم كل مكروه، وسلامي ليك يا شاذلي. صباحك فل. صباح الفل عليك. في ام يوسف ونيره بتقول صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر، الحاجه اللي انا محظوظه فيها هي حب الاطفال ليا. طيب فاتن بتقول والله من كتر الفقر اللي انا فيه انا مش عارف انا محظوظه في ايه، بس الحمد لله على كل حال. في منى بتقول صباح الخير عليكم احلى برنامج، محظوظه الحمد لله في اولادي يحيى ومحمد وابراهيم، الحظ كله فيهم، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. طيب علاء هارون بيقول تقريبا بقى سمعنا من اول الحلقه، بيقول اكتر حاجه كنت محظوظ فيها زمان الشيبسي والكاراتيه، كنت على طول بلاقي في كيس الشيبسي فلوس لدرجه البقال قال لي خلاص بقى حرام عليك هتفلسني كده. وصباح الخير عليكم جميعا. صباح. طب اخبار حظك ايه بقى دلوقتي؟ لا خلاص، هو تقريبا خد حظه صغير. اللي كان بيكسب زمان خلاص دلوقتي.